هو ده اللي حصل زي ما قلت لكم في الأغنية. ايه هو ده؟ احنا فاهمين أي حاجة أنت بتقول لنا يا غني. عايزة يا بت؟ أنت كويس يا بيبي؟ بقول لك إيه، ما تدلعيش عليا قدام الرجالة. ليه بس يا بيبي؟ بضعف بنهار. مش وقته يا بت دلوقتي. خلاص. بقول لك إيه؟ دلعي عليه خلينا نخرج. يلا. أهم حاجة عملتوا اللي أنا قلت لكم عليه يا رجالة. عملنا عليه. عملنا اللي أنت قلت لنا عليه. صح. ركز أولي. عملت اللي قلت لكم عليه أولي؟ اللي أنا قلت لكم عليه كله. كله، هو الواد اللي هناك ده عمل نص وأنا عملت النص التاني. مين اللي عمل النص الأولاني؟ هو. عملت إيه هلا في النص الأولاني؟ ما تقلقش يا معلم، إحنا حطينا السم. يا معلم. ما تقلقش يا قرصان، إحنا حطينا السم في كل القزايز. في كل القزايز؟ أيوه، كراسنا قزايز. قزايز؟ ايوه. حطيت السم في كل القزايز صحيح عليه؟ ايوه، حطينا نقطتين في كل قزازه. شغالين لغه عربيه ولا ايه؟ يعني كل قزازه حطيته نقطتين سم قال يعني الرجاله ماتوا؟ ايوه ماتوا. متاكدين ان هم ماتوا؟ طبعا. انت بتقتل رجالتك يا قرصان؟ انا ما اقتلش رجالتي ابدا، دول الرجاله بتوع المعلم بتوع الملك اللي احنا ولا ايه؟ اسمعني ايه؟ دول الرجاله بتوع الملك. ايوه اللي احنا قتلناه وخطفنا البت بته. وجبتهم معاك ليه؟ ما كنت سبتهم. انا جبتهم عشان ثلاث اسباب. حد يقول لي هم ايه؟ حد يقول لي هم ايه؟ اول سبب فيهم ان انا لو كنت سبتهم صحيين كانوا جم بالاسطول بتاعهم ورا المركب بتاعتي وكسروها وقتلونا. صح. السبب الثاني. السبب الثاني ان انا سمعتهم انهم بيقولوا ان الكنز بتاع الملك مدفون في كهف هنا اهو موجود على الجزيره. ايوه. والسبب الثالث. ما هما سببين قال. انت قلت ثلاث اسباب يا قبطان. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. السبب الثالث ايه؟ بصوا هنعمل يا ايه يا استاذ اشرف، السبب الثالث ايه؟ السبب الثالث ان هم كانوا رخمين وبيزنقوني. قتلتهم ولا ايه؟ ماشي. ايه؟ ماشي. قتلتهم. يبقى في سبب. ايوه. المهم بس قول ايه؟ المهم دلوقتي يا رجاله. ايوه. نروح ندور على الكنز. روح. مكان الكنز ده فين؟ امال ايه الكنز اللي موجود ده جنب الكنز بتاعي؟ ايوه، فينه؟ انت ليه كنز هنا؟ ايوه ليه كنز هنا؟ الكنز بتاعي موجود هنا ولي. فينه؟ هنا هو في الكهف اللي على الجزيرة. طب يلا. انا احكي لكم هنعمل ايه. ايوه. واحنا رايحين ندور على الكنز. احكي لنا. انا وانا ماشي. انا وانا ماشي. رايح الكنز. رايح الكنز. رحت الكهف. رحت الكهف. ماما خلصت.